طارق بعرف شباب معكم شركيال بشركيكي ولين جاب لكم حل غزمة بأورجنس بأقل من 6 دقايق. إيه مثل ما سمعتوا بأقل من 6 دقايق. الحين ممكن حد يحكي طب بشار مدة الفيديو 15 دقيقة وأكثر، كيف بأقل من 6 دقايق؟ طبعا خطوات اللغز، خطوات حل اللغز راح تبدأ بالدقيقة اللي شايفينها قدامكم الحين. أول شيء قبل خطوات حل اللغز اللي راح أسويه هي خطوات صفر أو الخطوات اللي لازم تسويها قبل تحل اللغز. ممكن انت تعرفوا هالخطوات ممكن لا، فراح احكي لكم الخطوات شو هي على السريع. لو كنت تعرفها كلها اعمل سكيب للفيديو وروح على الدقيقه اللي طلع قدامك على الشاشه الحين. الخطوات اللي راح اعرضها بالفيديو تركيب وتطوير جميع استفات اورجنس، ما راح اورجيكم واحده واحده بس اني سويتها في فيديو سابق راح اتكلم عنها بعد شوي. تركيب ماكس درون، تركيب الدرع، كيف تطلع القبضه الهوائيه، وكيف تطلع زومبي بلود كل راوند. هالاشياء اللي راح اعرضها بالفيديو، هالاشياء انه نصها تحتاجها لحل اللغز ما تقدر تحل اللغز بدونها، والنص الثاني يساعدك كثير عشان تحل اللغز يعني. فاي لو تعرف الاشياء كلها هي سوي سكيب للفيديو، روح للدقيقه شايفها قدامك الحين، واذا لا ما تعرفهم خلك الحين معاي بالفيديو ويلا خلنا نبدا بالشرح. طب اول خطوه هي تركيب وتطوير جميع استافات اورجنس، ما راح اشرحهم بالفيديو ولا مده الفيديو راح يوصل ساعه اظن، فراح تلاقي رابط بالوصف سويت شرح وتركيب لجميع استافات اورجنس، شرح جدا بسيط وسهل، راح تلاقي اول رابط بالوصف. فاذا ما كنت تعرف تركب وتطور جميع الاستفاد روح شوف الفيديو تعلم كيف تركبهم وتطورهم بعدين ارجع لهون. وايه يلا خلينا نكمل الخطوة الثانية من الخطوات المبدئية او الخطوات صفر. اوكي ثاني شيء تركيب الدرع، ما تحتاج للغز بس لازم يكون معك الدرع. اول قطعة للدرع لها 3 اماكن مثل ما شايفين، عم برجيكم من مكان البداية كاني رايح على جنريتر 2. اول مكان راح تلاقيه هون على الحفارة هاي او المكان اللي طخيت عليه من شوي، هذا المكان الاول للقطعة الاولى. المكان الثاني للقطعة الاولى راح تلاقيها مكان ما يدعس الروبوت، وانا لقيته هون مثل ما شايفين، هذا كله المكان عند جنريتر 2 من البداية. والمكان الثالث للقطعة الاولى راح تلاقيه هون بالنهاية اخر شيء او عند جنريتر 2 عند الزومبي هذا بالضبط راح تلاقيه. حلو خلنا الحين نبلش بالقطعة الثانية. المكان الاول للقطعة الثانية كانك رايح على جنريتر 3 او سبيد كولر راح تلاقيها هون مثل ما شايفين لقيتها انا الحين. المكان الثاني للقطعه الثانيه راح تلاقيها بالنفق تبع النار مثل ما شايفين تحت هون بالضبط مكان ما عم طخ، وهي كمان كلها يعني نفق النار مجرد ما تفتح باب البدايه رايح على جنريتر 3 راح تلاقيها على يسارك بالضبط. والقطعه الاخيره للقطعه الثانيه راح تلاقيها تحت جنريتر 3 تحت السبيد كولر هون بالضبط. اوكي الحين خلينا نبلش بالقطعه الثالثه. المكان الاول للقطعه الثالثه راح تلاقيه ورا الجقر مثل ما شايفين هون، ورجيتكم عند الجقر او جنريتر 4 راح تلاقوها هون ولقيتها انا فعلا هون. والمكان الثاني للقطعه الاخيره راح تلاقيها هون جنبها بالضبط مكان ما يدعس الروبوت. والمكان الاخير للقطعه الثالثه راح تلاقيه ورا الباكابانش ونفس المنطقه هاي مثل ما شايفين هون. انا عم بمشي لكم ما بعمل سكيب لاي شيء. وبعدين جمع 3 قطع كلهم، تعال ركبها باي مكان، والحين الدرع صار معك. تحتاج الدرع لانه جدا جدا صعب انك تكمل بالخطوات بدون الدرع. طيب الخطوة الثانية انتم شايفين هي كيف تطلع زومبي بلاد، هاي الخطوة راح تحتاجها بعدين وراح تعرفوا ليش. كيف تطلع زومبي بلاد؟ لازم يكون عندك ستاف الثلج، واللي لازم تسويه انك تطخ على 3 عربيات نار بستاف الثلج وتطفيهم. انا ما عندي بس راح اورجيكم صاحبي مثل شايفين تحت طخ على اول عرباية نارية وطفاها بستاف الثلج، بعدين راح يطخ على العرباية الثانية مثل ما شايفين هون، ابرجيكم واحدة واحدة. الحين طخ عليها بسقف الثلج لعرباية النار هاي وسكرها، واخر عرباية او اخر سلة مشعولة نار راح تشوفوها الحين اللي هي جنب الجقر، راح وطخ عليها بسقف الثلج وطفاها، طلعت موسيقى وعرفنا انه اجالنا الزومبي بلاد، وهي هي الزومبي بلاد اجيت واخذتها، وهيك نكون خلصنا من الخطوة. لازم تعرفوا الخطوة لانه راح نحتاجها كثير بعدين. اوكي بعد هيك كيف تطلع القبضه الهوائيه، هاي من الخطوات اللي لازم تسويها لحل اللغز، ما فينك تحل اللغز بدونها. بكل بساطه في 4 بوكسات لازم تعبيهم ارواح وتسكرهم بس فقط لا غير. اول بوكس على جنريتر 5 بالنص جنب بيرك الستامنا، قتل عنده عدد كبير من الزومبي، والله مو عدد قليل، مو 10 ولا 20 اظن، فوق ال 50 قتل عنده لبين ما يتسكر، وهيك راح تكون خلصت من البوكس. البوكس الثاني كمان بالنص تحت الباك بانش بين جنريتر 5 وبين جنريتر 4، قتل عنده لبين ما ياخذ ارواح معينه ويسكر وراح تكون خلصت منه. ملاحظه لو الروبوت اجى ودعس على مكان البوكس راح تضطر انك تعيد تعبي ارواح للبوكس من اول وجديد،
ونصيحة، أول ما الروبوت يدعس على بوكس على طول روح وابدأ من هالبوكس، لأنه الروبوت راح يطول لبين اللي يجي للبوكس اللي الحين دعس عليه. فهمتوا علي؟ والحين الروبوت الأخير ورا الجقر اللي هو عن جنريتر فور مثل ما شايفين، بكل بساطة روح وقتل الزومبي عنده بأي طريقة بدك إياها، سلاح، نايف، قنابل، أفخاخ، أي شيء ما تفرق. والحين هالبوكس مثل ما شايفينه سكر. واخر بوكس عنا اياه عن مكان الكنيسه، البوكسات الثلاثه اللي جيتكم اياها كلها بالنص، هذا البوكس الوحيد اللي بعيد عنهم شوي اللي هو مكان الكنيسه او مكان جنريتر 6. روح هناك وقتل عنده وراح ياخذ ارواح معينه وبعدين يتسكر ويطلع لك انك خلصت التحدي. روح عن جنريتر 6 او عند الكنيسه راح تلاقي هناك في بوكس، روح اضغط عليه مربع وانت مصوب على الحجره الاخيره اللي تحت، راح تطلع لك القبضه الهوائيه، وهيك تكون خلاص صارت معك القبضه الهوائيه. اوكي، الخطوه الشيء اللي بعده هو ماكس درون، لازم تسوي ماكس درون، بدونها ما فينك تحل اللغز. اول مكان للقطعه الاولى هو مثل ما شايفين فوق عند الباك بانش، بحبش دور بالزوايا مثل ما شايفين، راح تلاقي القطعه الاولى، المكان الاول للقطعه الاولى. اذا ما لقيتها هون انزل لتحت وراح تلاقي القطعه المفروض تكون عندك هون، هذا المكان الثاني للقطعه الاولى. انا هون اللي حصلت الجرامافون مو القطعه، بس اذا دورت يمكن تلاقيها موجوده عندك هون جنب الجرامافون بالزوايا، هذا المكان الثاني للقطعة الأولى. إذا ما لقيتها هون لكن راح تكون أكيد بالمكان الثالث اللي هو تحت عند الاستافات. امشي واطلع الخشبة اللي أنا طالع لها الحين وانزل هون وراح تلاقيها عندك إياها، هي مثل دولاب. وهذا المكان الأخير للقطعة الأولى. طيب خلينا نبلش بالقطعة الثانية، القطعة الثانية تلاقيها عند البداية بالضبط، أول ما تعيش بوشك راح تلاقي اللي هي علبة وفيها مخ، وإيه ما إلها غير هالمكان. المكان الأول للقطعة الأخيرة، الحين بلشنا بالقطعة الأخيرة، راح تلاقيها مكان الطين، مكان الطين اللي يمشي فيه الدبابة مثل ما شايف الحين. مشيت ولقيتها على الزاوية على اليسار، هاي القطعة الأولى المكان الأول للقطعة الأخيرة. والمكان الثاني للقطعة الأخيرة راح تلاقيها بالعكس بالضبط، ورا الدبابة بمكان الطين هاد. في مكانين طين يمشوا عليه الدبابة، الأول اللي جيتكم إياه من شوي، هلأ هو هاد المكان الثاني. تلاقيها على الزوايا يمين أو يسار بأحد الأماكن هاي. إذا ما لقيتها لا هون ولا هون فهي بالمكان الأخير اللي هو بالنفق يلي عن جنريتر 6 او النفق ستاف الثلج. انزل هون وخلك امشي بالزوايا راح تلاقي عندك القطعه الاخيره، راح تلاقي المكان الاخير للقطعه الاخيره. بعد هيك بعد ما جمعت كل قطع ماكس درون تعال وركبها وخلاص صار معك ماكس درون، وبعد لكم لازم تطلع ماكس درون، ما يمديك تحل اللغز بدونه. اوكي، بعد هيك المونكي الجديد او السترايك كمان ما فيك تحل اللغز بدونه. كل عليك تسوي اول شيء تجي عند جنريتر 2 عند الحجار هاي مثل ما شايفين، تضغط مربع على الحجر وراح يعطيك شيء تحت مثل ما شايفين جنب الراوند مثل حجره متوسخه، بس اضغط مربع وراح تاخذ الحجره هاي مثل ما شايفين عند جنريتر 2 هالمكان بالضبط عند البدايه. اوكي حلو، بعد ما اخذت الحجره هاي تعال عند جنريتر 6 او عند الكنيسه وحط الحجره بالماي اللي شايفينه هون، نروح اضغط مربع راح تنحط جوا الماي. بعد ما انحطت بالماي لازم تقتل حواليها زومبي عن طريق النايف، السكين او الدرع، الدرع يعتبر نايف او اذا عندك القبضة الهوائية كمان ينفع. المهم مو بسلاحك، يا اما عن سكين عن طريق سكين، يا اما بالقبضة الهوائية، يا اما بدرع مثل ما انا قاعد اسوي الحين. فخلك دبحها ودبحها وبعدين راح تسمع موسيقى معينة، لما تسمع الموسيقى راح تشوف انه في مسخة غريبة فجأة طلعت، هيك راح تعرف انه خلاص خلصت الهي، وتعال اضغط عليها مربع وخذها. بعد هيك لازم تمشي فقط على الحجر ما تمشي على الطين، ومشان لا توسخها للحجرة امشي مثل ما انا قاعد امشي بالضبط، انتم شايفين مسرع الفيديو بس واضح اظن، امشي مثل ما انا قاعد امشي بالضبط ورجعها لمكان ما اخذتها. انا الحين قاعد يعني اتجنب اي طين، قاعد امشي بكل مكان في حجر عشان لا اوسخها، ولو وسختها كل عليك لو وسختها راح سمانثا راح تحكي معاك وتقول لك انك وسختها وراح تقول لك ستارت اوفر عيد من البدايه. فلو وسختها روح ارجع حطها بالماي وبس، وعلى طول راح تتنظف ما في داعي تقتل زومبي. المهم انتم شايفين هون مشيت بدون لا اوسخها للبدايه وجيت وحطيتها بالمكان اللي اخذتها منه، جيت وضغطت مربع ورجعتها لمكانها. اللي علي اسويه بالضبط نفس اللي سويته من شوي، اني ادبح عندها زومبي بالسكين وبعدين خلاص عدد معين الزومبي راح تطلع لك القنبله، وهيك مبروك عليك صار عندك الاير سترايك الجديد. طيب بعد ما خلصت كل شيء سويناه الحين فينك تبلش باول خطوه من خطوات حل اللغز، او يمكن انت سويت سكيب للفيديو وجيت لهون. اي الحين اول خطوه من خطوات حل اللغز، اول خطوه هي انك تحط الاستافات جوا الروبوتات. بكل بساطه في اربع استافات، كل استاف لازم تحطه جوا روبوت معين.
ستاف الكهرباء مثل ما شايفين لازم نحطه عند الروبوت اللي يمشي بالبداية او يمشي عند بيرك سبيد كولا وبين جنريتر 1 و 2 و 3 بالمنطقة البداية. فوت جوا الروبوت وحط ستاف الكهرباء جواته مثل ما شايفين، راح تلاقي في مكان يندخل فيه. نفس الشيء بالضبط مع ستاف الهواء راح تحطه بالروبوت اللي بالنص، ونفس الشيء مع ستاف الثلج راح تحطه بالروبوت اللي عند الكنيسة. بعد هيك ستاف النار تعال وحطه عند الستافات، راح تلاقي يطلع لك شيء حط فيه الستاف وراح تسمع هالصوت عشان تعرف ان الخطوة تمت بنجاح. بعد هيك فيكم تاخذوا الستافات، ما في اي مشكلة وترجعوها لايديكم. طيب خلينا نبلش بالخطوة الثانية اللي هي قتل 6 بانزر. لازم تطلع 6 بانزر وتقتلهم. كيف تطلع 6 بانزر؟ بكل بساطة لازم لاعب يفوت جوا الروبوت، اي روبوت نص يمين يسار ما تفرق، لاعب يفوت جوا الروبوت. ولما تفوت جوا الروبوت راح تلاقي في زر احمر، راح تشوفوه الحين راح تلاقي في زر احمر. فاللاعب الاول لازم يضغط على الزر الاحمر ويقول انا يلا شباب ضغط على الزر. لازم بعدين اللاعب الثاني يلي تحت يرمي قنبلة الاير سترايك مثل ما شايفين على الحفرة البيضاء الموجودة هون برا الماب، هاي عند منطقة جنريتر 5، يرمي الاير سترايك بعد ما هذاك اللاعب ضغط الزر، مع تقريبا من 10 ل 15 ثانية انه يرميها. لو تأخر لازم تعيده من الاول، ولازم واحد يطلع ويضغط الزر مرة ثانية. المهم بس ضغط، بس رمى القنبلة راح شو اسمه راح ينفتح حفرة مكان الفتحة البيضاء هاي، راح تلاقي انه في حفرة كبيرة صارت موجودة هناك. بعد هيك تعال وشغل ماكسيس درون هون بالضبط، والماكسيس درون راح تروح وتدخل جوا الحفرة. بعد هيك راح يطلع لك 6 بانزر، راح يطلع لك 6 بانزر، فجهزوا حالكم يا اما يكون معكم علكة ديث ماشين او ريجن مارك 2 مطور ومسدسات بداية مطورة، لانه 6 بانزر مو سهلين. وراح ينزلوا دائما بالمكان راح شايفينه قدامكم هلا هون بالضبط، فعليكم تسووا انكم انزلوا حشر فيهم ريجن مارك 2 المسدس البداية مطور كل شيء كل شيء، خلكم تخطقوا فيهم، او اذا واحد عنده علكة ديث ماشين جدا تفيد كمان، وايه خلكم تخطقوا فيهم ولبين ما يموتوا كلهم واحد واحد الستة. بعد هيك راح نكون خلصنا من الخطوة، خطوة القتل 6 بانزر، ونبلش بالخطوة الثالثة اللي هي تدمير الطيارة وقتل الزومبي. لازم تاخذ زومبي بلاد، مشان هيك قلتلكم هذيك الخطوة انه كيف تطلعوا زومبي بلاد، لازم تستعملوا هالحركة عشان تطلعوا زومبي بلاد. المهم اخذنا زومبي بلاد، اول شيء لازم نسويه ونحن بالزومبي بلاد انه ندمر طيارة طالع منها مثل النار، نفس خطوة تطوير ستاف النار. فمثل ما شايفين هون انا لقيت الطيارة هيك طيارة مبين عليها نارية قاعد اطقطق عليها، لازم ادمرها. المهم بعد ما طخيت عليها وتدمرت لازم نقتل زومبي اللي هو سائق الطيارة هاي. مثل ما شايفين هون انا لما لفيت كان الزومبي بوجهي على طول، بس راحت الزومبي بلاد. ايه راح يطلع لك زومبي، الزومبي هاد ما راح يطلع لك الا وانت في الزومبي بلاد. فانا هون صار معي حظ حلو، لقيت زومبي بلاد وديث ماشين، فاخذت ديث ماشين انا بزومبي بلاد وقاعد اطخطخ يمين يسار، وفعلا قتلت الزومبي هاد. ومجرد ما قتلته نزل لي منه الماكسس درون. نصيحة خلوا مثل زومبي واحد بالراوند، وخلي اللاعب اللي ماسك الزومبي بعد عنكم، بعدين طلعوا زومبي بلاد وانزل دور عليه بالنص، وراح تلاقي في زومبي ما تشوفه الا انت اللي بزومبي بلاد، اذبحه وخذ الماكسيس درون. انا هون شوي ضبطت معي ديث ماشين وزومبي بلاد بنص الراوند، قاعد اطخطخ يمين يسار وفعلا بالصدفة قتلت الزومبي. اخر خطوة اللي هي تطوير القبضة الهوائية. كل عليك تسويه انك تنزل تحت عند مكان العصايات، راح تلاقي انه في زومبيز عم بيطلع من ايديهم دخان ابيض. اللي عليك تسويه انك تذبحهم عن طريق القبضة الهوائية اللي معك، او مو شرط انك تذبحهم، كل عليك تسويه انك تعطيهم بوكس ليروح الدخان من ايديهم بعدين تذبحهم عادي. بس انا هون كنا براوند 19 وكانوا للحين قاعدين يموتوا من القبضة الهوائية، فقاعد اقتلهم، وبعدين بعد عدد معين راح تصير عندك شاشة بيضاء مثل ما صار معي من شوي، وتصير عندي القبضة مطورة وجدا قوية مثل ما شايفين، وهيك راح نعرف انه خلصنا من الخطوة. اوكي الحين الخطوة الأخيرة اللي عليك تسويه انك تفوت بالكريزي بليس وتحطوا كل الستافات بأماكنها بالكريزي بليس. انا هون ستاف النار حطيتها مكانه، وبعدين خويي هون بستاف الهوائي رجع مكانه، وستاف الكهرباء الحين صاحبي راح يحطه بس ما صورته، وستاف الثلج روحوا حطوا كل ستاف مكانه، وهيك الخطوة خلصت. بعد هيك الخطوة الأخيرة انه نقتل عدد معين من الزومبي جوا الكريزي بليس بدون الستافات. فنصيحة
جهزوا اسلحه حلوه في جوا الكريزي بليز فيسبر، فطوروا الفيسبر مشان تشتري له امو انت جوا الكريزي بليز اذا خلص منك الامو، لانه راح تضطروا تقتلوا عدد جدا كبير. وفي العلكه هي جدا تفيد، انا حاطه اللي هي اندد مان ووكينج، تخلي الزومبي جدا بطيئين، راح تخلي الخطوه جدا سهله عليك. المهم هون انا بالكريزي بليز قعدنا نذبح ونذبح، وطلعت لنا شاشه بيضاء فجاه واعطونا التروفي، وهيك خلصنا اللغز. بعد هيك فيكم تكملوا جيم، او اذا بدكم فيكم تنهوا الجيم عشان تطلعوا الكاتسين. اذا بدكم تنهوا الجيم ارمي الماكس درون بالنص بالضبط، وراح تطلع هي على السما الموجوده بالنص، راح تطير عليها. بعد هيك تعالوا كلكم منطقه النص واضغطوا مربع، نحن قلشت معنا شوي. المهم لازم تجتمعوا بالنص وتضغطوا مربع كلكم اظن، وخلاص راح يحولكم على الكاتسين. مبروك عليك، نحل اللغز مع الكاتسين راح ينتهي الجيم. فبس شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك المفضله، واكتبوا في الكومنت هل عجبكم الشرح او لا، او اذا عندكم اي ملاحظات. وايه بس الحين اخليكم مع الكاتسين مترجم، وبس كان معكم شركي يالا بشركي كيتش، نشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه. As the gates to Agartha opened, the four heroes were rewarded with riches beyond imagination. From that day forward, they knew that Samantha would keep them safe forever. Getting everything wrong. I told you before their eyes should be blue. It's my turn, Eddie. I can do whatever I want. But you don't even know how to play properly. Girls don't know enough about zombies. What's the choice of a shooter? Make sure the windows are locked before you come down to the basement. You'd better do what your dad says. I didn't even get my turn. Tomorrow, Eddie, you get to make the rules. I promise. Come on, Fluffy. I wish the heroes in our stories were real, Sam. I know what you mean. But we will make everything okay. My dad says he has a plan.